ناس كتير قوي يا جماعه طلبت مني ان انا اجرب المنصه بتاعه تو ارك ديت يا شباب. طريقه التسجيل في المنصه بكل بساطه ان انت بتكتب الايميل والباسورد يا معلم، وكود الاحاله دوت بيبقى مكتوب كده كده تلقائي لما بتخش من اللينك الخاص بينا في الديسكربشن، وبرده هنسيب لك كود الاحاله الخاص بينا برده في الوصف. بعدها بتدوس على كلمه ريجستر من هنا وبيبعت لك كود على الايميل اللي انت حطيته، بتحط الكود ومبروك عليك التسجيل في المنصه. فحته الامان عندهم ديت يا شباب مختلفه عن اي منصه ثانيه. انا مش خارج امدح او ازم في المنصه، انا خارج اقول كل المميزات وكل العيوب. اول ما بتسجل دخول في الموقع بيقول لك ان في بونص ايداعي يا شباب، ان انت بتاخد 10% على الايداع بتاعك اللي انت بتعمله. طيب المنصه بتاعت تو ارك ديت منصه ايه بالظبط يا شباب؟ المنصه ديت منصه تداول رهاني، وما تستغربش انا مسميها كده. ليه انا مسميها كده؟ لان انت يا معلم بكل بساطه بتراهن على العملات الرقميه. تقول لي براهن، اقول لك ايوه انت بتراهن مش بتتداول، في فرق بين الاثنين. انت بكل بساطه معاك زي ما انت ما شايف الشاشه اللي قدامك ديت، بيعرض لك فيها عرض مباشر لعمله البي تي سي اللي هي البيتكوين، وليك خيارين، الخيار الاول 1 مينت، وليك الخيار الثاني اللي هو 5 مينت، اللي هو انت تراهن كل دقيقه يا اما تراهن كل 5 دقائق. طيب لو انت هتراهن كل دقيقه يا معلم، في كل ما في الامر ان انت بتيجي وبتعمل ايداع في الموقع يا شباب، فتعالوا بالمره نشرح الموضوع. ان انت هتدوس على كلمه والت من تحت، وبعد كده تدوس على كلمه ديبوزيت من هنا، وتكتب الكميه اللي حابب تعمل بيها ايداع، ولنفرض احنا هنعمل ايداع ب 20 دولار، وتختار طريقه الدفع اللي حابب تدفع بيها. طبعا احنا كلنا بندفع باليو اس دي تي يا شباب، وادوس باي ناو من هنا. هيبدا ان هو يجيب لي الخيارين اللي قدامكم دول يا شباب، ان انا ادفع باليو اس دي تي تي ار سي 20 يا اما بالبي بي 20. يفضل يا شباب ان انت تختار بي بي 20 لان العموله بتاعت الارسال بتاعته قليله. فهبدا بعديها ادوس على كلمه باي ناو من هنا، هيبدا ان هو يفتح لي الصفحه الجميله ديت. هقوم دايس اكس من هنا وانزل واخد العنوان اللي تحت دوت يا شباب كده كوبي، ولازما ان انا في خلال الساعه اللي هو موفرها لي ديت او فاتح حالي ان انا يا معلم ابعت الفلوس. تمام، ادينا فتحنا بايننس مع بعضينا. وعلى فكره اي محفظه ثانيه غير بايننس عادي بتبعت منها العملات الرقميه عادي. ضروري اختار الشبكه اللي هي البي بي 20 يا شباب، اللي هي الرسوم بتاعها 29 سنت بدل 1 دولار. هخليها بدل ما احول 20 دولار كده ابدا ان انا احول 20 دولار و29 سنت، بحيث ان انا كده يوصلني 20 دولار صافي في الموقع زي ما انتم شايفين. وبعدها هدوس على كلمه سحب من هنا. تمام يا شباب، ادي الكود اهو، خلاص كده احنا دخلناه، وبيقول لي جاري معالجه السحب 20 دولار و29 سنت زي ما انتم شايفين. وادي العمليه بتاعتنا قيد المعالجه اهو، منتظرين ان يتم معالجتها، واول ما يتم معالجتها على طول هتسمع في الاكونت هناك يا شباب بتاع الموقع. اهو يا جماعه بيقول لي اكتمل السحب من بايننس، فبالتالي كده المفروض لما افتح الاكونت بتاعي في الموقع الفلوس هتكون مسمعه. فهو زي ما انتم شايفين انا من غير ما اقطع اي حاجه في الفيديو بخش في الموقع تلقائي. نخلي بالنا برضو ان في بونص هنا يا شباب بتاخده لما بتعمل دعوات للموقع ولفيلات بقى ودنيا ودين. الكلام دوت حقيقي يا جماعه وصدق، وفعلا بيدفع، لان كده كده الموقع بيستفاد منك سواء في الاحالات او بيستفاد منك في الشغل عليه من الرسوم بتاعته. لو التيم اللي انت جايبه او الفريق اللي انت شغال معاه قدر ان هو يعمل عمليات تداول بقيمه 1800 دولار، فانت هتاخد 10 دولار هديه، وهكذا بقى يا شباب في كل التشالنجز اللي موجوده ديت. ولكن خلينا بقى دلوقتي في التريدنج والحاجه الرئيسيه. لو دوسنا على علامه التيل اللي تحت ديت يا جماعه، انا دلوقتي معايا 20 دولار ومعايا ان انا براهن على اخر رقم من الارقام اللي موجوده في البيتكوين. واحد هيقول لي طب احنا بنراهن عميان يا يحيى؟ اقول لك لا يا معلم، في جروب زي كوين فيد بالظبط بتبدا ان انت تشوف التوصيات والكلام ده كله يا شباب. فهو تو ارك دوت تحس ان هو كوين فيد ولكن احسن بكتير، لان هنا الخيارات مش كتيره وهنا مش العاب ولا حاجه، لا انت بتراهن على سعر ثابت للبيتكوين، سعر متغير قصدي للبيتكوين بيتغير لحظيا، يعني هنا مفيش لعب من الاداره مثلا. فانت بيبقى عندك خيارين لما تيجي تدوس على كلمه انفستمنت يا معلم، ان انت تختار اودي. اودي ديت يا جماعه اللي هي الارقام اللي كاتبها لك ديت، الواحد والثلاثه والخمسه والسبعه والتسعه. اما الايفن ديت يا جماعه هي الارقام الزيرو والاثنين والاربعه والسته والثمانيه. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني عند نهايه الوقت اللي بيعد دوت يا شباب، وانا راهنت مثلا ولنفرض بواحد دولار على اودي، لو انتهى الرقم الاخير للبيتكوين بواحد او ثلاثه او خمسه او سبعه او تسعه، فانت كده يا معلم هتكسب ضعف المبلغ بتاعك، يعني الواحد دولار هتكسبهم 1 دولار و95 سنت. احنا هنطبق الكلام دوت عملي، بس انا بشرح لكم ان هي الفكره كلها في خيارين اودي وايفن. فانت قدامك حلين يا معلم. اول حل ان انت تشتغل على جروب التوصيات اللي عندهم زي ما قلت لك، واللي بيفتح من الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 7 مساء يا شباب، بيتنشر عليه توصيات وبتبدا ان انت تمشي على التوصيات ديت، وفي معظم الاحيان التوصيات ديت بتبقى بتكذب، ولكن اكيد يعني مش هيكسبوك بنسبه 100%. يا اما تمشي على الاستراتيجيات اللي احنا كنا بنشرحها لكوين فيد وللمواقع الثانيه زي بيست بايلوت وغيره. الحد الادنى للشحن في الموقع هو 5 دولار عشان بس تبقى عارف. فده جروبهم الرسمي، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف تحت، تبدا ان انت تخش في الجروب وتبدا يا معلم ان انت تتابع الاخبار بتاعتهم. احنا دلوقتي هنعمل كام توصيه كده مع بعضينا يا شباب، مش هنمشي على استراتيجيه معينه دلوقتي، باذن الله نبقى نخلي شروحات التوصيات ديت في فيديوهات قادمه. احنا بس هنجرب يا جماعه، كسبنا كسبنا خسرنا خسرنا، احنا مش هنمشي بالاستراتيجيه زي ما قلت لك. هنلعب دلوقتي على ال1 مينيت يا شباب. انا بفضل ان انا العب على ال1 مينيت لان سريع وما بياخدش وقت طويل. تمام يا شباب، اديني بلعب على ال1 مينيت اهو. فهبدا ان انا ادوس على كلمه
كلمه انفستمنت من هنا اهو زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا اختار 10 دولار وانت ما تراهنش مبالغ كبيره يا شباب. هبدا ان انا اختار اود من هنا، اود ديت اللي هي الارقام 1 و3 و5، هبدا ان انا ادوس انفست من هنا يا شباب، هيقول لي سكسس زي ما انتم شايفين. كده احنا مراهنين بايه؟ ب 10 دولار يا جماعه، زي ما انتم شايف اتخصمت ال 10 دولار وهننتظر النتيجه مع بعضين. هنشوف احنا دلوقتي هنخسر ولا هنكسب، وزي ما انتم شايف النتيجه بتبقى بيندنج تحت هنا، لو انت شفت هتلاقي النتائج بتاعتك والمراهنات كلها موجوده تحت هنا يا جماعه. فالنتيجه طلعت مكسب والارباح بتاعتنا كسبناها، بقى معانا 19 دولار ونص زي ما انتم شايفين. تعالوا نجرب تاني يا شباب، نخش جوله برده ب 10 دولار تانيين بحيث ان احنا نشوف لو نقدر نكسب ولا لا، بس المره دي هنراهن على الايفن يا شباب، وادوس كلمه انفستمنت من هنا اهو، اهو 3 2 1 0، هنشوف النتيجه احنا كسبنا ولا خسرنا. العمليه لسه في البيندنج، احنا كده كسبنا تاني جوله ورا بعضها، يعني احنا راهنا مره اودي ومره ايفن وزي الفل، كسبنا الجولتين يا شباب وزي الفل. ده تقريبا حظ مبتدئين، لان احنا لو لعبنا جوله تاني ممكن نخسر برده، عشان كده انا مش هكمل يا شباب، لان انا ما بلعبش باستراتيجيه واضحه، انا لعبت مره كده ومره كده، فاللي هو هبل وخلاص يعني. فانا دلوقتي معايا 39 دولار اهو يا شباب، تعالوا نجرب السحب في الموقع. هاجي على كلمه والت من تحت هنا يا جماعه، واختار كلمه وذرو من هنا. طبعا انا كده كده اول ما دخلت في الموقع حطيت المحفظه بتاعتي، ولكن انت لما تحط محفظتك هتيجي هنا يا شباب وتبدا ان انت تحطها، بتكون المحفظه بي ان بي سمارت شين اللي هي البي اي بي 20، بس ضروري جدا ان انت تكون مفعل الجوجل اوثرايزيشن. طيب ازاي بفعل الجوجل اوثرايزيشن دوت يا شباب؟ ببدا ان انا احمل التطبيق اللي قدامك دوت اللي هو جوجل اوثرايزيشن، وبمشي الخطوات اللي بيبقى كاتبها لي في التطبيق عشان افعله. طيب تعالى يا معلم بقى دلوقتي نسحب فلوسنا، زي ما قلت لك احنا معانا 39 دولار، بيقول لي ان العموله هتبقى 1 دولار و17 سنت، يعني انا هيوصلني صافي 37 دولار و83 سنت يا شباب. هقول له تمام وابدا ان انا اقول له ويزدرو من هنا يا جماعه، يقول لي ده العنوان، اقول له كونفيرم تمام، ابعت لي على العنوان. المفروض ان عمليه السحب مش هتاخد اكتر من 10 دقائق يا شباب، ولكنها ممكن تاخد بحد اقصى 24 ساعه، يعني طالما عدى 24 ساعه يبقى لازم تكلم الدعم. طيب اكلم الدعم ازاي؟ عن طريق ان انت تيجي على كلمه شات من هنا، وتبدا ان انت تتواصل مع الدعم عن طريق التليجرام زي ما انت مش شايف اهو، وتقول له كمان على البونص، لان انا نسيت اقول له في البونص اثناء الفيديو للاسف، يعني انا نسيت اكلم الدعم لما عملت ايداع بالمبلغ بتاعي اللي هو ال 20 دولار، كان المفروض اخد حوالي 10% من المبلغ بتاعي دوت. وبعد مرور بالظبط دقيقتين يا شباب انا دخلت على الباينانس بالصدفه اهو عشان اشوف الفلوس ولا لا، لقيت الفلوس بتقول لي بيقول لي قيد المعالجه، ولو دخلت على التفاصيل هلاقي ان العمليه تمت بنجاح وكل حاجه زي الفل. ولو انت بشكك في كلامي ولا حاجه، زي ما انت شايف التوقيتات كلها قدامك انا ظاهره، يعني لو في قطع في الفيديو او في تغيير في التوقيتات ولا حاجه هتظهر قدام، عشان بس ما تفكرش ان انا منافق زي بعض الناس التانيين، لكن والله انا التوقيتات اللي بقولها لك بتبقى دقيقه، يعني لما بقول لك دقيقتين بيبقى دقيقتين، لما بقول لك 5 دقائق بيبقى 5 دقائق، مش اللي هو وقت تقديري وخلاص. فهو يا جماعه بيقول لي اكتمل الايداع وكده كل حاجه تمام التمام، وال37 دولار و83 سنت كده وصلوني في المحفظه بتاعتي بامان. فالموقع صادق ومفيش عليه اي نقاش، وزي ما قلت لك هو داخل في السنه شغال اهو، ولكن عيبه الوحيد ان هو موقع رهانات زيه زي كوين فيد زي بيست بايلوت زي كل المواقع ديت، وطبيعي يبقى صادق. ولكن اللي بيميزه عن كل المواقع الثانيه سواء بيست بايلوت او كوين فيد، مفيش تلاعب في الالعاب بتاعته. ليه مفيش تلاعب في الالعاب بتاعته؟ لانه الرهان مربوط بالبيتكوين وسعره طالع ونازل، ودي حاجه لا يمكن حد في العالم يتوقعها. وده كان فيديو تيست للموقع بدون اي كذب قدامكم يا شباب، بس لازم انوه لك واقول لك ان الرهانات حرام، وانا مش مسؤول عن اي حد هيخش الموقع دوت ويشتغل عليه. انا كل اللي عملته ان انا جربت لكم الموقع يا جماعه زي ما الناس كانت حابه ان هي تجربه، وبرده مش هكدب عليك، لعل وعسى اصحاب الموقع يتواصلوا معايا ويطلبوا مني ان انا اعمل لهم اعلان ولا حاجه، ونستفيد بالفلوس ديت في حاجه تانية باذن الله او في موقع تاني لما بتجيلنا، لان انتوا زي ما انتوا عارفين اي فلوس اعلانات احنا بناخدها بنبدا ان احنا نجرب لكم بيها مواقع تانية عشان نقدم لكم فيديوهات محترمه تليق بيكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك المتين بتاعكم والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.